بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم جديد مع النبي، هنكمل رحلتنا في منهجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواقفه الحياتية. كل يوم بنفهم روح العلاقة اللي النبي بناها بينه وبين مجتمعه. بنشوف إن علاقات رسول الله بالناس ليها روح وليها معنى، بنشوف فيها إنسانية، قبول، تقدير، احترام، إحساس بيهم. والروح الحلوة دي اللي في العلاقة هي اللي في الأصل اسمها الإسلام، اللي اتفهم عند كتير من الناس اللي عايشين معانا غلط. واليوم النهاردة في المدينة النبي بدأ يبني مجتمع بيحط قواعد واضحة يعيشوا بيها، حاجات أساسيات ما ينفعش نختلف عليها. النبي قاعد في المسجد، قاعد سيدنا عمر وقاعد بعض الصحابة، فإذا رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أنا تعرفت على امرأة ساكنة في أقصى المدينة وأصبت منها قبلة، فأنا أمامك، فقضي فيما شئت. أنا جاي أعترف، واعمل فيا اللي أنت عايزه يا رسول الله. فسيدنا عمر قال للرجل: لقد سترك الله، لو سترت نفسك ربنا سترك. أنت جاي ليه تحكي؟ أنت جاي ليه تقول اللي أنت عملته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش على الرجل، فالراجل قاعد النبي بيكلموش، فالراجل قام خد بعضه ومشي. فإذا برسول الله يقول لهم: اندهولي على الراجل، خليه يرجع. فرجع الرجل، النبي قال له: سيدنا جبريل نزل علي دلوقتي حالا، وبدأ يتلو عليه النبي قول رب العالمين: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. افتكروا الآية دي على طول، خليها دايما في بالك، ذكرى للذاكرين. النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده ما أسعدوش إن الصحابي جه بلغه بذنبه. النبي شايف إن الصحابي ما اختارش الأفضل، كان الأفضل إنه يستر نفسه. منهجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة جدا، إن الستر أولى من أي شيء، الستر فوق أي منفعة، والستر في اللغة يعني التغطية، بتغطي شيء. فمنهجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الذنوب هو تغطية الذنوب، غطي ذنبك، استر نفسك، استر الناس. لما شخص يعصي وانت عرفت ان هو عصى، ربنا اطلعك مش عشان تحتقره ولا عشان تفضحك تقول انا عارف ان فلان عمل كذا، لا لا، ده ربنا اطلعك ووراك ذنبه عشان يختبرك. علشان كده سيدنا عمر قال له: كنت سترت نفسك احسن، انت ليه بتعرفنا ان انت عملت كده؟ لانك ممكن ببساطة تكون مكانه. وقت ما تكون مكانه اكيد تتمنى ان اللي يعرف ذنبك يسترك ما يفضحكش. كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب الفضيحة، لأن ربه ستير، يحب الستر. الله عز وجل لما يأتي يوم القيامة ويأتي الحساب، يجعل بين عبده الذي سيحاسبه وبين الناس المنتشرون في ذلك الموقف، يجعل بينه وبينهم حجابا وساترا، فيسدل عليه كنفه ويكلمه هو وحده، ولا يستطيع أحد أن يسمع تلك الخلوة التي بين العبد وبين ربه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله يحب الستر، أن الله لا ينتقم من أحد بأنه هذا يوم الحساب، يعني يوم الفضيحة. لا، هذا ليس يوم الفضيحة، هذا يوم الستر. قال: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. تخلق رسول الله بأخلاق الله وقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أي جعلني على صفاته وأخلاقه، فتمثل فينا رسول الله بأخلاق الله. ولذلك سيدنا النبي كان لما يأتيه صاحب ذنب، واحد تاني عمال يشهر عليه أو عمال يذيع أمره، يقول له: هل لا سترته؟ يعني استره. كلمة النبي دي من أين أتت؟ أتت من عند الله، أتت من أخلاق الله. الله يحب أن يستر بعضنا بعضا، ولا يحب أن يفضح بعضنا بعضا. اللي بيحصل على السوشيال ميديا وبيحصل على قنوات الإعلام، من إن الإنسان يبتدي يدور أي غلطة لأي حد، سواء وزير أو غفير، مهما يقولوا ده حق عام أو حق خاص، لا، في أدب، في أدب إلهي، في قنوات متعلقة بكيف
تعاقب إنسان عن طريق رفع قضية مش عن طريق التشهير به على الشاشات الإعلامية. لما تشوف ذنب حد امسك عليك لسانك، لأنك في اختبار دلوقتي من رب العالمين، لأن ربنا ستير لعباده ويحب الستر. عارف إيه الأخطر كمان؟ لما واحد يعصي وربنا يستره ويكون بيتفاخر بالمعصية. صاحب اليوم النهاردة راح للنبي عايز يتوب ندمان، لكن ساعات ناس تبقى قايمة بتتفاخر إنه زنى، بيتفاخر إنه عصى ربنا، بيتفاخر إنه بيرد على أهله وبيغلط فيهم وبيعمل كذا، بيتفاخر إنه بيشرب ولا أيا كان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورب العالمين بيعلمنا إنك غلطت أستر نفسك، غلطت خليك مكسوف، غلطت خلاص داري بقى على اللي انت عملته. على فكرة اللي انت بتتفخر وبتقول قدامه ان انت بتعصي هو حبيبك النهاردة، بس ممكن بكرة يعايرك باللي انت بتعمله. وبنشوفه بيحصل بين الاصحاب، والناس بتقع في بعض، وقت ما يتخانقوا يحكوا اسرار بعض ويقول ده فلان كان بيعمل وبيعمل وبيعمل، فتفضح نفسك وتضر نفسك. فما تفضحش نفسك، ما تفضحش غيرك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر جدا من الفعل ده، يوم ما قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا وقد بات يستره ربه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. بالضبط، ربنا يستره ويفضح نفسه. كل أمتي معافى، كلهم معافى يوم القيامة من أفعالهم إلا اللي بيعمل الكلام ده. النبي كان بيربي مجتمع الصحابة على فكرة الأمان النفسي، نستر بعض، نحافظ على سمعة بعض، مفيش تشفي وقت الضعف والذنب، في مساندة. دي روح العلاقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم زرعها فيهم وبيزرعها فينا. يا جماعة عايزين نتفق ان جوه بيوتنا محتاجين نستر بعض. ما تبقاش عارف ان اخوك عمل معصية فتمسكها له ذلة وتروح تقول لأهلك، ولا عشان يعني صعب يبقى جوه بيوتنا مجتمعات ما فيهاش امان، او ام تعرف ان ابنها عصى ولا عمل ذنب تبدا هي تفضحه لانها متضايقه منه. يعني اقصى حاجه ممكن تعمليها تكلمي والده علشان تحكي له اللي حصل، تتشاوروا مع بعض، وبلاش يعرف انه اتفضح، استوريه. في عالم نفس اسمه كارل روجرز، ده من علماء النفس الكبار وصاحب مدرسه نفسيه، بيقول ان المحيط الامن نفسيا والعلاقات الامنه بتساعد الانسان على النمو النفسي السليم، بيطلع إنسان سوي، بيطلع أفضل ما في الإنسان. فإحنا عايزين مجتمعاتنا الصغيرة، بيوتنا، أصحابنا، شغلنا، أبانا قاعد ومطمن، عارف إن أنا لو حصل لقدر الله وعملت ذنب صاحبي أو أخويا حيداري عليا وحيسترني، فبقدر أتعامل بطبيعتي. ونخلي بالنا من بعض ونحافظ على بعض، مش نمسك الغلطة كأننا مستنيين عشان ننتقم من بعض. في منهجية النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة التانية في تغطية الذنب، انك تغطي ذنبك بالتوبة والاستغفار. احيانا لو ذنب اقوى منك ونفسك تبطله ومش عارف تبطله وعايز تغطيه عند رب العالمين، استغفر كتير جدا، هو ربنا جعل الاستغفار عشان كده. والتوبة لو في ذنب انت قادر تبطله هتوقفه دلوقتي، توب بقى كتير، خلاص توب دلوقتي، فربنا يغفر لك الذنب ده ويمحى من صحيفتك وكأنك ما عملتش حاجة، فتبقى غطيت على الذنب بالتوبة. ساعات بنعمل ذنوب وبننسى ان احنا عملناها. اقعد كده مع نفسك وقفة اسبوعية وراجع كده الاسبوع، يا ترى ايه اللي انا عملته في الاسبوع ده، وايه اللي انا مش حابب اعمله تاني، واتوب عنه. رب العالمين قال واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، هغفر له توبته يبقى كل الذنوب اللي عملها راحت. فغطي على ذنوبك بالتوبة والاستغفار. المنهجية الثالثة اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ممكن تغطي على ذنوبك بكثرة الطاعات. إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تعجز إن أسأت عشر أن تحسن واحدة. زود رصيد حسناتك جدا فيغطي على سيئاتك مهما كانت كثير. وكأن النبي بيقول بوضوح ما تيأسش، كثرة الحسنات هتعوض السيئات اللي انت عملتها، وتغطي يوم القيامة الحسنات على السيئات اللي في صحيفتك، فبرضه تتستر. في يوم أحد الصحابة عرف ان صاحبه زنى، فقال له روح قول للنبي ان انت زنيت.
هو شافه فقال له لازم تروح لرسول الله. فراح للنبي حكاله، فالنبي ده نده صاحبه اللي شافه فقال له يا هزال، ألا سترته بثوبك فكان خيرا لك وله. النبي بيحط منهجية لقدام، لما تشوف حد بيعصي اللي أفضل ليك وليه إنك تستره. منهجية واضحة. النبي عايز يقول الستر ده أساس من أساسيات الدين، مش إن إحنا نمسك لبعض على الذنب ونعاير بعض ونغلط بعض، وفلانة بيعمل وفلانة بتعمل، وما ينفعش اللي بيعمله ده، ما يصحش اللي... مش دورنا يا جماعة. إحنا دورنا كعباد رب العالمين إن إحنا نستر بعض، نبقى ستر وغطى على بعض. فأستر نفسك واستر غيرك بعدم الكلام، أستر المعصية بالاستغفار والتوبة، أستر بكثرة الحسنات. خلي عندك ورد استغفار يومي، قول لا قول استغفر الله العظيم 100 مرة كل يوم تغطي بيها على ذنوبك. أقول لك حاجة، فرصة النهاردة في رمضان، لو أنت فضحت حد أو اتكلمت على ذنب حد، كلمه دلوقتي قول له كلمتين حلوين وادعي له على قد ما تقدر. عايزين مجتمعاتنا الصغيرة، بيوتنا، شغلنا، أصحابنا تبقى مجتمعات آمنة. محتاجين الأصحاب الشباب يطلعوا جدعان وستر وغطى على بعض زي ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا. وفي البيوت أهلينا يسترونا، أمهاتنا يسترونا، إخواتنا، ونستر بعض ونقف جنب بعض. وقت المعصية محتاجين نسند بعض مش نحط على بعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم بنشوف قد ايه النبي كان حريص على بناء المجتمع، وقد ايه احنا النهارده تعبانين في بيوتنا وفي شغلنا وعندنا مشاكل حلها كله في منهجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يجمعنا برسول الله ويمتعنا بيه ويرزقنا القدرة ان احنا نمشي على منهجيته، وفعلا يخرج من قلبنا يعني طعم الفضيحة لما تتكلم على حد تحس ان انت احسن منه. يا رب شيلها من قلبنا وخلي قلبنا مليان سكينة وحب الستر. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زمان وأنا كنت صغيرة ما كانوا يحكوا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كنت دايما ألاقي تغيير في وش أمي، ولما كانوا يحكوا قصصه كانت بتبكي. فأنا كنت بستغرب قد إيه إن هي إزاي ممكن تكون بتعيط أو بتتأثر من حد عمرها ما شافته. لما عرفت عنه عرفت قد إيه إن مهما عملنا ما كانش يعني مش هيوفيه حقه. شكراً على كل حاجة حلوة عملتها لنا، شكراً لكل حاجة حلوة بعملها في حياتي أو في يومي أو موقف بقابله مع الناس ولاقي نفسي مشيت على خطاك. شكراً لأنك معايا، شكرا لكل لحظة كنت معايا فيها وأنا حاسة بالضعف، شكرا للقوة اللي أنا بستمدها دايما من قصصك، شكرا على صبرك وتعبك اللي قصيت بيه طول حياتك وطول فترتك عشان توصل لنا ديننا بالشكل ده. ببسط قوي لما أعمل حاجة من اللي اتعلمتها من حضرتك.